الجزائر دعت إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بحسب الشرعية الدولية. كيف تعلقون على هذا المقترح الذي تقدم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ يعني هذا ليس غريبا، الجزائر يعني رئيسا وحكومة وشعبا دائما الموقف ثابت اتجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومقترح سيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو بالعكس، هو لحل القضية الفلسطينية، لإعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها، بمعنى الاحتلال سيزول، تنسحب إسرائيل وفق مؤتمر دولي بحل القضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي بدون حل القضية الفلسطينية عبر مؤتمر دولي حلا عادلا وشاملا، هذا ما يجري في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة من ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ليس يهدد الأمن الفلسطيني، وإنما يهدد الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم في العالم أجمع. وبالتالي هذه الدول والجمعية العامة ومجلس الأمن مدعو إلى تنفيذ هذه التوصيات وهذه القرارات من قبل الرؤساء الدول كالرئيس الجزائري تبون، وغالبية دول العالم تطالب من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، ولكن على أرض الواقع للأسف الشديد هناك دعم ومساندة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت وعجزت وأفشلت مجلس الأمن باتخاذ أي قرار لوقف الحرب العدوانية البربرية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.